نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة الرسائل الصوتية المتداولة عن صدور قرار بوقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات إلى أجل غير مسمى. وأوضح المركز الإعلامي أن الرسائل الصوتية المتداولة لا أساس لها من الصحة، مشددا على أن خدمة المحافظ الإلكترونية تعمل بشكل طبيعي ومنتظم دون أي عوائق لجميع شركات الاتصالات، ولم تصدر أي تعليمات أو قرارات من أي جهة رسمية بإيقاف التعامل عليها.